وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، 7 دول من بينها مصر والأردن والسعودية دعت لصياغة دستور سوري جديد، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الدعوة هذه المرة بعد فشلها منذ أقل من شهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من يرعى قضية كتابة الدستور إلى الآن لديه نوايا خبيثة جدا على المدى البعيد، فهم يخرجون سوريا من خلال الدستور من اللون العربي ومن اللون الإسلامي، فتكاد تجد في المسودات التي أشرف الروس على أغلبها واستجاب بعض السوريين الذين يعني لا يهمهم لا سوريا ولا مستقبل سوريا، وهم تابعون في الأغلب، اجتمعوا عدة اجتماعات في السنوات السابقة وأقروا بعض المواد الخطيرة التي تجعل دستور بشار الأسد، يعني الدستور المفصل من أجل بشار الأسد، أفضل من الدستور أو من مسودات الدستور التي تعد لسوريا. والأمر الغريب أنه لا وجود للسوريين على الإطلاق في قضية كتابة الدستور، تسمع عن الأردن والسعودية وتسمع عن مصر ولا تسمع عن جهة سورية تخص الثورة السورية التي دفعت أكثر من 1,000,000 شهيد خلال 7 سنوات. لذلك نحن أمام إجراءات تزيد الاحتقان على المدى المتوسط والبعيد، ولن يكون من خلال هذه الإجراءات أي استقرار في سوريا، أنا هذا أمر متأكد منه. وهم يمضون جميعا حتى الدول التي ذكرتها أنت باتجاه القضاء على الثورة السورية المباركة، ولا يوجد في سوريا شيء يمكن أن يفتخر به السوري سوى هذه الثورة العظيمة التي كانت في آذار 2011. المسؤول الأمريكي عن الملف السوري جيمس جيفري قال إن بلاده باقية في سوريا، إلى أي مدى تفسرون هذا التصريح مع عزم روسيا مد النظام السوري بمنظومة 300؟ يعني بلا شك أن أمريكا تتفق وتتفاهم دائما مع روسيا، وهذا الذي يعني كان منذ سنوات، وأمريكا هي التي سمحت لروسيا أن يكون لها هذا النفوذ وهذه يعني الوصاية على بشار الأسد. وأعتقد أن التفاهم أكثر مما نعتقد جميعا بين أمريكا وروسيا فيما يخص الملف السوري. يعني لاحظ معي، رغم الوجود الجوي الروسي والوجود الجوي الأمريكي، لم يحصل أي صدام، التنسيق يكاد يكون يومي، وحتى في المجالات القضايا الكبيرة السياسية والمستقبلية هناك تنسيق كامل، لا يوجد أي اشتباك لا بري مع الميليشيات التابعة لأمريكا من قوات قسد وغيرها، ولا مع الميليشيات سوى مرة واحدة عبروا، يعني تجاوزوا خط وضعته أمريكا، فأمريكا أبلغت روسيا وذكرت ذلك وأقرت روسيا بأنها أبلغت بأن بعض الميليشيات اللي عبروا الفرات سيضربون وضربوا بعلم روسيا، ولم تعترض كثيرا روسيا يعني على فكرة. إذا فلذلك كان التنسيق الأمريكي الروسي مستمر، نعم، وهذا أمر أكيد أكيد، ووجود العسكري الأمريكي من خلال الوجود المباشر وعبر الأدوات، طيب، أدوات قوات قسد وغيرها موجود ومستمر طبعا. أستاذ أسامة، إذا كانت أمريكا ستبقى في سوريا والروس يثبتون وجودهم في سوريا، ما معنى دعوة الدول السبع لصياغة دستور جديد لسوريا في هذا التوقيت؟ يعني هي أشياء ليست ذات جوهر، ليست أساسية. يعني قضية كتابة الدستور يعني من 3 سنوات إلى الآن يعني تمضي كربما غطاء ستار لما يجري على الأرض، وكتابة الدستور هذه قضية يعني أصبحت أصلا غير هامشية. وماذا يعني الدستور مع وجود بشار الأسد؟ هو يخرق الدستور، هو يبدل الدستور بربع ساعة يا رجل، عندما استلم بدل الدستور بربع ساعة. يعني ما قيمة الدستور؟ لا أحد يابه من كل السوريين حتى الرماديين إلى قضية الدستور. أي دستور؟ الدستور هو ما يفعله بالقوة بالحديد والنار الأزلام المخابرات وأتباع هذا النظام. يعني لا دستور، لا وجود لقانون ولا دستور في سوريا، ولن يكون في المنظور القريب يعني. نعم، كنت معنا رئيس هيئة الإنقاذ السورية سيد أسامة الملوحي، شكرا جزيلا لك.